موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قال الشيخ سعد رحمه الله: قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين به. وأما الظالمون أي بعدم التصديق به أو عدم العمل، فلا تزيدهم آياته إلا خسارة. إذ تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة جهالة، مشتمل أيضا على الوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان أي مشتمل على شفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وهذا المعنى يغيب عن بال كثير من المسلمين. الله عز وجل وصف القرآن هنا بأنه شفاء ولم يقل دواء، فالدواء قد يصيب الداء وقد لا يصيبه، والدواء قد تكون له أعراض ربما يؤثر على بعض الناس. وأما القرآن فهو شفاء لا يكون منه أبدا شيء يضر العبد. وهذا الشفاء كما ذكر الشيخ رحمه الله يشمل شفاء القلوب وشفاء الأبدان. شفاء القلوب ذكر نوعي المرض: مرض يكون ناتجا عن الشبه والجهالات والآراء الفاسدة، الانحراف في الفهم والعقل ونحو ذلك، فهذا يعالجه القرآن بسبب العلم اليقيني الموجود فيه. والنوع الثاني من الأمراض أمراض الشهوات، انحراف الإرادة كإرادة شيء حرمه الله عز وجل، وهذا ينفع فيه الوعظ والتذكير، تزول هذه الشهوات ويوقى الإنسان شرها، فهذا شفاء القلوب. وأما شفاء الأبدان فهذا يدل عليه ما جاء في السنة من الأحاديث التي كان القرآن فيها شفاء أو طبق ذلك فيها، كحديث أبي سعيد الخدري حين أخبر عن رهط وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر ونزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوا يطلبون منهم ويبحثون عن راق، فقام أبو سعيد ورقى هذا الرجل، فقام الرجل كأنما نشط من عقال أو نشط من عقال، يعني كأن لم يكن به شيء. ماذا فعل أبو سعيد؟ جعل يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويضعه على مكان الألم فبرأ الرجل. وعندنا أيضا أن الفاتحة شفاء، هي الشفاء وهي الكافية كما ورد من أسمائها،
الإنسان إذا أحسن التعامل مع القرآن كفاه الله عز وجل به كل ما يحتاجه. يقول: ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، وننزل من القرآن ما هو شفاء. يقول: ورحمة للمؤمنين. وأما الرحمة فإن فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. ثم بين الله عز وجل طبيعة الإنسان فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من هداه الله. الإنسان يحتاج لتزكية، لتهذيب، أن يربي نفسه وأن يصلح نفسه. فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم ويبطر بها ويعرض وينأى بجانبه عن ربه، فلا يشكره ولا يذكره. وإذا مسه الشر كالمرض ونحوه كان يئوسا من الخير، قد قطع عن ربه رجاءه وظن أن ما هو فيه دائم أبدا، ملوش نهاية، مش هيرتفع. وأما من هداه الله فإنه عند النعم يخضع لربه ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء. فانظر لهذا الحال وقارن حال أكثر الناس، هل هو كذلك أم لا؟ في الحقيقة الأمر ليس كذلك، بل هم يفرحون بالنعم وينسبونها إلى أنفسهم. إنما أوتيتوه على علم عندي، يرون أنفسهم أهلا لهذه النعمة، وربما استعملوها في معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا زالت النعم كان اليأس وكان الاعتراض والتسخط على الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من صور المخالفات، وهذا بخلاف حال المؤمن كما ذكر رحمه الله. ثم قال سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته. كل من الناس يعمل على ما يليق به من الأحوال. إن كانوا من الصفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين، ومن كانوا من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. وهذا يظهر في سلوك الإنسان، تجد أصحاب الإيمان وأهل الجنة تظهر عليهم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أعمال القلوب التي تثمر أعمال الجوارح. وأما أهل الزيغ والانحراف تجد منهم من التسخط والاعتراض على الله واتهام الأقدار وغير ذلك شيئا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربك سبحانه أعلم بمن هو أهدى سبيلا، يعلم من يصلح للهداية فيهديه، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. وقوله: ويسألونك عن الروح، هذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم. فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. لذلك أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. يعني كان الأولى بكم أن تسألوا عما تحتاجون إليه من العلوم والأعمال، وليس عن أمر لا تعود عليكم من ورائه فائدة. وورد أن ذلك كان بإعاز من اليهود للمشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا صدقه، هل هو نبي من عند الله ورسول أم كان مدعيا. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. وقوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة منه عليه وعلى عباده، وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره.
فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به، ثم لا تجد رادا يرده ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه، فلترتبط به وتقر به عينك، ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم على الله وخذلانه له. في الآيات فوائد: أولها الإرشاد إلى الاعتناء بالقرآن الكريم في مداواة أمراض القلوب والأبدان، إحسان صحبة القرآن حتى ينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة، أيضا بيان أن القرآن إنما ينتفع به أهل الإيمان ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بحسب تعامل الإنسان مع القرآن تكون الثمرة، أيضا حث الإنسان على شكر النعم والإنابة إلى الله عز وجل والإخبات وتحقيق العبودية في السراء والضراء، ولا يكون كهذا الذي وصف الله عز وجل. كذلك من الفوائد إرشاد المسؤول إذا سأل عن أمر الأولى به غيره إلى ما ينفعه وما يحتاج إليه، فهناك بعض المسائل لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها أيضا. وقوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، إشارة إلى رحمة الله عز وجل بالعباد حيث أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل بحفظه سبحانه، في نفس الوقت أيضا تهديد لهم أن الله عز وجل لو أذهب هذه النعم فليس لهم من دون الله سبحانه وكيل يردها إليهم. كذلك الإنسان الذي تعلم علما أو حصل شيئا من القرآن أو من السنة فليشكر نعمة الله عز وجل وليحذر العمل بمعصية الله فيحرم من هذا الخير ومن هذه النعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.